السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بس عايز شيخنا، لو في موظف في شركة وساب حاجة غلط، أو في مثلا غش معين أو كده، يلزم إن هو يقول للمدير الرئيس الشركة ولا المدير المباشر؟ يعني يقول للمدير المباشر يسكت عليه، يسكت الحرج، ولا لازم يقول لمدير الشركة معانا؟ يقول للمدير المباشر إذا وجد خطأ، يقول للمدير المباشر. لكن إذا كان المدير المباشر هو نفسه الحرامي، يرفع الأمر لمن هو أقوى منه، لمن يرفع الضرر عن الشركة. تمام. الله يوفقك.